والآن مشاهدينا الكرام مع الأحوال الجوية والطقس. عودة مرة ثالثة وأخيرة إلى ميرنا إيهاب، تفضلي. شكرا لكما إلهام ونهى، والآن جولة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 15، الإسكندرية 19-15، مطروح 18-15، بورسعيد 20-14، والإسماعيلية 21-12. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 13، العريش 20-14، طابة 19-16، شرم الشيخ 24-17، والغردقة 23-17. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 13، أسوان 24-13، الوادي الجديد 23-11، شلاتين 25-19، وأخيرا حلايب 23-18. والآن نستعرض مع حضراتكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.